إذا مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يسعدنا أن نلتقيكم مجددا مرة أخرى على قناة الأداب في هذا الحوار الخاص مع اللاعب السابق لفريق مولودية الجزائر ونصر حسين بيه والحالي لأهلي برج بوعلبيج بير العطفان، الذي ارتئينا إلا نأخذ رأيه بمناسبة الديربي الكبير الأحد المقبل بين فريقي السابقين نصر حسين داي وفريق مولودية الجزائر برسم منافسة سابقة كأس الجمهورية. بلال، في البداية رحبوا بك على قناة الأداب ونشكر على الاستضافة. بلال زياو، لازم نشرفوكم، تستاهلوا ما اكثر ان شاء الله. يعطيك الصحه خويا. الله يسلمك خويا. نبداو بلا فريقك الحالي اهلي برج بوعلبيج اللي كان مرشح يعني للعب على ورقه الصعود قبل يعني جولتين فقط من نهايه البطوله، مازال ما كنتوش البقاء. ماذا يعرف فريق اهلي برج؟ بون، الحمد لله كان عندنا فريق هذا العام باش نقدروا نحققوا به صعود. مرينا بمشاكل كثيره، هذه اللي خلتنا باش نكونوا في الوضعيه هذه اللي رانا فيها. بلا يعني قبل ما رحت للفريق اهلي برج كنت يعني عندك تجربه مع فريق المولودية وفريق المصرية، لا راح يتلاقاو يعني نهار الحد في نهائي كأس الجمهورية. صراحة يعني كيفاش راك تشوف النهائي هذا يعني على ورق؟ كيفاش راك تشوف النهائي؟ الحمد لله الواحد وين جاز في الفريقين هادو زوج، الحمد لله يا ربي الواحد جاز الفريقين هادو زوج. وين راح تكون مقابلة إن شاء الله؟ مقابلة تاع ديربي نيبور جوار راح يتمنى باش يلعب وزيد سان جويي، حاجة مليحة. راح تكون مقابلة صعيبة وعلى الورق تقدر تقول مولودية. تقدر تقول مولودية يعني؟ علاش مولودية؟ رغم أنه هذا الموسم فريق النصرية يعني كان فرض نفسه أمام المولودية وما انهزمش يعني لا ذهابا ولا إيابا في البطولة. فرض نفسه من مقابلة مقابلة التغيير، ما تكونش مقابلة كما تاع البطولة وين فيها الذهاب والإياب، وين تكون مقابلة الكأس هذه راح تكون مقابلة صعيبة وين هما موالفين يلعبوا في ربع سنين ولا ملعبين طروا فينال، هذه باك تخليهم كما يقول لك يكونوا واجدين إن شاء الله. قلت لك بلال يعني تشوف فريق المولودية يعني مرشح على ورق رغم الأزمة تاعو في البطولة، يعني في البطولة ما مشي في البطولة وين هذه اللي تخليك كما يقول لك تكون متخوف منها، مالغري الديربي تاع البارح هذيك نقطة التعادل وين تخليهم كما يقول لك بريباريو بيان في النهائي إن شاء الله. إن شاء الله. وين نعاودو نقولو لنصر حسين داي وين دار بالك باركور ملي وين لحقوها المدرب بوزيدي، وين نعاودو ولاو الانتصارات هذيك، وين خلقوا هذيك كما نقول لك هذيك الشحنه هذيك اللي خلاتهم باش يقدموا اداء مليح في البطوله هذا العام، وين بالك ضمنوا المانتيا، وين داروا ماتش، وين داروا لي ماتش ملح في سان جوي، بالك هذه تخليهم ثاني ان شاء الله يكونوا واجدين النهائي ان شاء الله. ان شاء الله يعني تاتي بلا التكهن تاعك كلاعب سابق انه راح يكون يعني نهائي كبير بين الفريقين، راح يكون نهائي يعني نشوفوا يعني اثاره كبيره في الملعب، راح تكون ان شاء الله اثاره كبيره بين فريقين عاصميين، وان ان شاء الله تكون اثاره كبيره ان شاء الله. هذه من تخلي يقدمونا ان شاء الله مقابله مليحه ان شاء الله نستمتعوا بها ان شاء الله. انت كنت يعني بلا لعبت في نصر حسين داي مع المدرب بوزيدي، واش الحاجه اللي خلت يعني بوزيدي يعاود يرجع فريق المصريه يعني لهذا المستوى تاعه؟ يعني واش السمه تاع بوزيدي؟ بالك بعقليته اللي الناس كامل تعرفها، لوين خلات الجروب هذا يعاود يولي السكه تاعو الحقيقيه. عمر غريب تنعرفوا يعني عمر غريب هو اللي كان جلبك للفريق المولوديه، واش تقدر تقول لنا على عمر غريب وعلى العوده تاعو للفريق؟ كيف قلت لك هو العوده تاعو عاوده وين عاود ولا لدارو وين هو يعرفها، هذه اللي تخليك كما نقول لك مام ويقدر يمشي المولوديه وين قدر وين انا جوزت معاه اربع سنين الحمد لله كل حاجه في بلاصتها، وين خلى الفريق يمشي تحصلنا على لقب البطوله، لقب البطوله ولحقنا الفينال وين ما كتبش مكتوب ما ديناش. يعني لا فينال هذه كبيره لو تحكي لنا عليها يعني بالضبط، علاش خسرت الفينال هذيك رغم انكم كنتوا شفنا في الميدان كنتوا احسن من اتحاد العاصمه؟ بالك تعاود تولي الظروف من قبل المقابله هذيك، وين بالك درنا فريسانا بالك الناس وين كانت ديكلاري لي جوار كانوا ديكلاري واحد يقول لك انا نديها نحوس بها انا نديها نصور بها، هذيك اللي خلاتنا دخلت لنا شو المقابله ربحناها قبل المقابله. سمع هذه اللي خلاتنا دخلنا في لافاسيليتي وين كنا في المقابله هذيك وين زدنا وكيسينا اللي خلاتنا نجرو مور التعادل ما كتبش المكتوب. فريق النصريه بلال انت كنت لعبت فيه يعني خمس سنوات، واش تبدل في الفريق المصري على حسب رايك؟ واش تبدل في الفريق؟ علاش ما كان هذاك الوقت اللي كنت فيه انت ما كانش يلعب الادوار الاولى في البطوله ولا ما كانش يلعب في الكاس ما كناش تعاود تولي بالك الامور الماديه تاع الفريق ولا وين كيما قلت لك ما تقدرش تروح بعيد، وين بالك في الشامبيونات تحوس ممكن يبدا العام باش تضمن المانتيا وكل عام هكذا، هذه بالك اللي خلات الامور في الوقت الحالي هذا اللي راه فيه يقدر يكون عندهم لي موايان اللي تخليهم بالك يقدروا يروحوا بعيد ان شاء الله. ان شاء الله.
بلا الفينال يعني كما هذا يشوفوا اللاعبين اغلبيه اللاعبين الجدد على الفينال سواء من الولوديه ولا من الفريق المصري، انت كيفاش تشوف يعني الحاجات اللي تقدر تصنع الفارق في المقابله هذه يعني لا واش تلعب الفينال هذا؟ يقدر يتلعب يقدر وين تكون بالك وين نشوفوا مقابله جميله ان شاء الله ويكون فيها الاهداف ان شاء الله. بالك جبل ربي ما راحش تلعب على جزئيات صغيره خاطر وين تلاقاو مرتين في سان جويه وداروا مقابله ملاح ان شاء الله بالك وين راح يتلعب مقابله حتكون مفتوحه على شكون صراحه بينك تشوف اللاعبين اللي يقدروا يعني من سواء من المولوديه ولا من الفريق المصريه اللي يقدر يصنع الفارق في النهائي هذا اللاعب اللي تعرفهم يعني مليح اللاعبين تاع الفريقين شكون اللاعب اللي يقدر يعني تشوف اللي عنده لمسه يقدر يصنع الفارق؟ تقدر وين تعاود وين النصريه وين عندهم فريق وين عندهم اللاعب هذاك قاسمي هو اللي راهو يصنع الفارق كل مقابلات اللي سجل فيهم يقدر ان شاء الله وين بالك ربي يوفقه هو ولا اصحابه ان شاء الله ويسجلوا. وفي من جهه المولوديه بلا شكون اللي يقدر يصنع الفارق؟ يقدر يصنع الفارق اللي راهم يلعبوا كامل يقدروا يصنعوا الفارق تما كامل راهم باسماواتهم وين يقدروا يصنعوا الفارق ونتمنوا الدرجة ان شاء الله يماركي دراجة يعني زميلك السابق يعني ان شاء الله ان شاء الله. واش يعني كيما تنصحوا دراجة مازال ما تلقاش روحه بلا يعني رغم قريب عام مازال التجربة وين خرجت بالك العام اللي فات وين كان ميور بيتر تاع الشامبيونو وين بدل الفريق هذا العام مازال بالك كيما نقول لك لازم له شويه وقت يتاقلم ان شاء الله وربي يوفقه ان شاء الله. ان شاء الله صراحه بلا تلعب 5 سنين في النصريه واني 4 سنين في المولوديه واش راح تناصر يعني في الفينال هذا واش راح تكون يعني واش راح تناصر؟ لا هاي شوف 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 راح نجدس راح نجدس هاي راح نجدس هاي راح نجدس وشنو موح؟ خفيف العب فلاطاي بارك فيك نعاودو نشوف نعرفوا انك بلال لعبت يعني 5 سنين في الفريق المصريه واربع سنين في المولوديه قلبك يعني من راهي بين الاسبوع الفريق يعني صراحه الفريق اللي تمنى يفوز بالكاس نتمنى فيما يقول لك ان شاء الله اللي يكون مليح في التيران ويكون الحظ معاه بزاف يفوز بالمقابله ان شاء الله وانا قلبي معاهم للزوج وين بالك وين بديت حياتي انا في النصر حسين داي فريق تاع القلب هذاك في مولوديه الجزائر كما يقول لك الناس كامل ولات تعرفني والحمد لله كما يقول لك التكاون تاعك يعني صراحه التوصيف تاعك النتيجه الفوز لاحد الفريقين راح يكون اكيد الفوز لاحد الفريقين قلت لك ان شاء الله كما قلت لك التكاون ما نقدرش نقول لك ان شاء الله وين تكون مقابله تكون ان شاء الله مقابله جميله وين تخلينا كما قلت لك بروفيتي ونشوفوا الماتش هدايا وان شاء الله كما قلت لك الميور جام ان شاء الله الاجواء راح تكون كبيره اكيد مع الاجواء راح تكون كبيره ومع الانصار خاصه انصار مولوديه الجزائر راح يصنعوا الحدث هذه باك اللي تخلي مولوديه الجزائر يكون عندها نسبه كبيره ان شاء الله باش تفوز بالمقابله ان شاء الله. بلال يعني الانصار النصريه لبنا تعلقوا بكثير السنوات اللي لعبتها يعني كانوا يحلموا بلقب معاه في الجيل تاعكم ما تشوفش باللي كما يقولوا فريق نصر يستاهل يعني الجيل هذا يستاهل لقب كان يستاهل كما قلت احنا كان الجيل تاعنا وين واش قدرنا لحقنا ديمي فينال احنا كنا بالك ما احنا كنا نحلموا بكاش لقب مع الفريق هذا ما كتبش المكتوب او جا الجيل هذا ان شاء الله يفرحهم ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه بلال نشكرك خويا نشكركم على الحوار هذا نشكركم على الاستضافه هذه ان شاء الله بارك الله فيك كبارك السلام عليكم.